عشاق القطط حول العالم، أهلا وسهلا بكم. طبعا القطط الشيرازي هي من أكثر الأنواع التي يفضل مربي القطط تربيتها داخل بيوتهم، وكما لا يخفى عنكم فهو قط لطيف وحنون، وأيضا شكله جميل جدا، وهو منتشر بكثرة في المناطق التي تتحدث اللغة العربية، والحديث عنه كان من أكثر المواضيع التي طلبتم منا التطرق إليها. ولهذا إن شاء الله في هذا المقطع سنقدم لكم أكثر 10 أخطاء يرتكبها مربي القطط الشيرازي، وذلك حتى يتم اجتنابها وبالتالي عيش حياة سعيدة مع قطتكم الأليفة، ففرجة ممتعة لكم جميعا أصدقائي الكرام. ما هي الأخطاء التي يرتكبها عشاق القطط الشيرازي؟ أولا التغذية المفرطة. كلنا نعلم حب القطط للطعام، فهذه الكرات الناعمة لا تشبع أبدا، وتركها تأكل على هواها هو أمر غير جيد بالمرة. والحمد لله أن القطط لا تفهم كلام البشر، لأنها إذا كانت تفهم فسوف تقتلني لأنني أقول لكم هذا. نعم، التغذية المفرطة للقطط الشيرازي ستجعلها تصاب بالسمنة، وهذه الأخيرة تسبب لها الكثير من الأمراض التي قد تفتك بها. كما أن القطط الشيرازي معروف عليها الكسل، وإذا كسبت وزنا زائدا فمشكلة الكسل سوف تتضاعف لديها، ومن الجيد تقديم لها 3 وجبات متوازنة على 24 ساعة، أي بمعدل وجبة في كل 8 ساعات. ثانيا إهمال تنظيف عيونها. للقطط الشيرازي عيون واسعة وجميلة، البعض منها يكون أزرقا كلون المحيط، والبعض الآخر قد يكون مثل لون العسل، وتأتي عيونها أيضا بألوان أخرى غير هذين اللونين. إن عيون الشيرازي أكثر عرضة للإصابة بالعمش، فالإفرازات يمكن أن تجتمع مسببة طبقة غريبة حول عيونها، لهذا سيكون من الجيد تنظيف عيونها باستعمال منديل مبلل في كل صباح أو كلما تطلب الأمر ذلك. ثالثا عدم تمشيط شعرها. شعر القطط الشيرازي طويل وناعم، نعم هذه ميزة إيجابية، لكن هذا يعني أيضا أنه يحتاج عناية خاصة. إن إهمال التمشيط يفاقم مشكلة تساقط الشعر لدى القطط الشيرازي، كما يجعل الأوساخ تتجمع بين شعيرات شعرها الطويلة، وهذا يجعلها للأسف تصاب ببعض المشاكل الجلدية. إن تمشيط الشعر كل يوم هو عادة جيدة يجب أن تواظب عليها إذا ما كنت تربي هذا النوع من القطط. إن الاهتمام بالتمشيط سيجعل قطتك سعيدة، كما سيجعلك توفر مصاريف العلاج. رابعا السماح لها بالخروج. قد تختلف معنا في نقطة عدم السماح لها بالخروج، لكن إذا سمعت حجتنا فسوف تفهم لماذا أضفنا هذا التصرف إلى قائمة الأخطاء التي قد يرتكبها مربي القطط الشيرازي. إن القط الشيرازي من أكثر القطط طلبا، لذلك هو يباع ويشترى. نحن لن نتكلم عن هل يجوز بيعه أم لا، لأن هذا موضوع آخر، ويمكنك أن تشارك معنا رأيك حوله في التعليقات. لكن في الحقيقة خروج القطط الشيرازي للشارع قد يعرضها للسرقة، وإذا كان لابد من خروجها فسيكون من الجيد أن تبقى تحت مراقبتك، وإذا كان للمنزل حديقة فسيكون خروجها إلى الحديقة أحسن وأضمن من خروجها وحدها للشارع. خامسا العقاب المبالغ فيه. عقاب الشيرازي قد يكون مدمرا، ونحن هنا نتحدث عن ضربها أو رش الماء عليها. إن نفسية هذه القطط المدللة لا تتحمل العقاب القاسي، وإذا كان لابد من عقابها فأفضل طريقة لفعل ذلك هي استعمال أسلوب المكافأة، أي منحها مكافأة إذا قامت بسلوك حسن، ومنع المكافأة عليها إذا قامت بسلوك غير لائق. سادسا إطعامها الكثير من الدراي فود. إن الشيرازي من أكثر أنواع القطط عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وإن إطعامها الأكل الجاف بشكل مفرط لا ينصح به أبدا، وإذا أردت أن تنعم قطتك المدللة بالصحة والعافية فقم بتنويع لها الأكل بين الجاف والرطب، ولا تقتصر على نوع واحد فقط، واترك لها إناء ماء في مكان مكشوف وبعيدا عن مكان وضع الأكل، وذلك حتى لا تسقط فيه بقايا الطعام، ولا تنسى تغييره كل يوم أو كلما دعت الضرورة لذلك.
سابعاً، إهمال زيارة الطبيب البيطري. إن زيارة الطبيب البيطري دائماً هي فكرة جيدة، وذلك حتى يكشف على صديقك الأليف ويطلعك على أفضل طريقة للعناية به. طبعاً زيارة البيطري قد لا تكون عملية ممتعة لبعض القطط، وذلك لأنها تكره تغيير الأماكن، وهي تكون مرتاحة أكثر في الأماكن التي تكون متعودة عليها. لكن إذا واظبت القطط الشراز منذ صغرها على الالتقاء بالغرباء، فقد لا تكون تعاني من هذه المشكلة. ثامناً، تركها دائماً في مكان قليل التهوية. إن شكل أنف الشراز الصغير يجعله يحتاج للمناطق التي تتوفر على تهوية جيدة. إن تركه دائماً في أماكن سيئة التهوية ليس جيداً. هذا الأمر قد يجعله يعاني من مشاكل في جهازه التنفسي. وإذا رأيت إفرازات حول أنفه فقم بتنظيفها برفق مستعملاً منديلاً مبللاً. وإذا كانت الإفرازات كثيرة وتتكرر دائماً فيجب استشارة البيطري، لأنه من الممكن أن يكون مصاباً بنزلة برد. تاسعاً، عدم الاهتمام بتطعيماتها. التطعيمات تحصن صديقك الأليف ضد الأمراض. هناك تطعيمات ضد كل من الديدان والحشرات وغيرها من الأمراض التي قد تصاب بها القطط الشرازي. إن إغفال التطعيمات سيجعلها دائماً عرضة للأمراض، لهذا يجب الاهتمام بمسألة التطعيمات حتى تقوي مناعتها وتكون دائماً بصحة جيدة. عاشراً، عدم تخصيص وقت للعب معها. القطط الشرازي تمل بسرعة كبيرة، قد تصبح كثيرة النوم خاصة عندما تبدأ تتقدم في السن. إن اللعب معها هو أمر جيد لصحتها. اللعب سيجعلها تخرج طاقتها السلبية وسيقيها اكتساب الوزن الزائد، كما أن اللعب سيقوي علاقتك بقطتك الأليفة وسيجعلها تحبك أكثر. فماذا تنتظر؟ العب معها لعبة الفريسة المزيفة، وإذا لم تكن عضاتها مؤلمة فالعب معها لعبة المشاجرة. وقبل أن تذهب أخبرنا عن ما هي لعبة قطتك المفضلة، اترك لنا الجواب في التعليقات. إلى اللقاء.